يعني مسبباتها كثيرة أستاذ أليس، بس أبرزها هي الحرب على داعش الحقيقة. يعني الانعكاسات السلبية لهذا الحرب يعني أثرت على المناطق السنية بشكل كبير يعني. ولذلك أنا كنت يعني أرى على سبيل المثال كانت الموصل هي التي تحرك التمثيل السني في البرلمانات السابقة. أنا أجد وديالة أيضا، أنا أجد أنه الآن الرمادي هي اللي تأخذ زمام المبادرة يعني على مستوى المناطق. وهذا يعطي انطباع انه المناطق مناطق ديالى والموصل وصلاح الدين حصل بها ركود بقدراتها على انتاج الشخصيات التي الفاعله في المشهد السياسي والممثله للجغرافيا المكونه السنيه. نعم. الان الرمادي هي تقريبا يعني الحلبوس والخنجر طيب. تقريبا اثنيناتهم من الرمادي. طيب. فهذا انعكس طبعا عن القواعد. الحقيقه انا اجد انه النخب استطاعت ان تنظم نفسها، وانا عبرت عن العقد الذي حصل هو اشبه بالعقد التجاري بين الكتل السنيه، ولكن القواعد الحقيقه هي المتضرره. فانا لا اجد انه نسبه التمثيل للقواعد في المناطق السنيه عاليه جدا بسبب الظروف يعني اللي حصلت، اغلبها مهجره ومنتقله من مناطق، يعني حصل نوع من انواع التغيير الديموغرافي في البيئه السنيه اثر على حضورها وتمثيلها بالجانب السياسي في بغداد. لعبوها بعقلية التاجر أستاذ أحمد. نعم. لعبوها بعقلية التاجر، تراهم هكذا. صفقة. أي يعني شوف أنا أشوف يعني هذا أنبياء جانب إيجابي.